أيضا يسأل عن الكلام والحديث إذا أمي مخطوبة، ماذا سبيلك؟ لكن من دون خلوة، لكن بدون خلوة، لأنها لا تزال أجنبية، ما دام لم تعقد على بنتها فهي لا تزال أجنبية منه، يجب عليها ما يجب على النساء الأجنبيات مع غير المحارم من الاحتشام والحجاب وعدم الخلوة. بارك الله فيكم.